اهلا وسهلا جوين ذا مادنس الاوفيشال بودكاست لقضيه امامي. انا شريف جرانا ومعايا النهارده من ابرز النجوم الصاعدين في الامامي في مصر وهو ادهم ذا هانتر ايهاب. ادهم ما سمعش صوت الجرس للجوله الثالثه وخلص كل ماتشاته نوك اوت او سبمشن. ازيك يا ادهم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. جاهز؟ يلا بينا. ادهم اكتشفت الامامي ازاي؟ من الافلام. بدات شفت فيلم ووريرز، ما كنتش عارف ايه اللعبه اللي هم اصلا بيتكلموا عنها ديت. ايه اتنين بيخشوا قفص بجلوفز ويضربوا بعض جامد قوي كده؟ ما فهمتش اللعبه دي خالص لحد بدات اعمل سيرش وافهم المارشال ارت عامه، بوكسنج كيك بوكسنج. بس بعد كده عرفت ان في حاجه اسمها ام ام اي اصلا، فاهمني؟ فحبيت الموضوع فبدات اعمل سيرش على الجيمات اللي جنبي، احسن جيمات في مصر، مين اللعيبه اصلا اللي بتلعب في مصر. بس لحد ما لقيت جيم فتح جنب البيت عندي، فقلت ليه لا يلا نجرب. والجيم ده اللي هو اس ام بي؟ اس ام بي. ادهم انت ايه طموحاتك في الامامي في مصر؟ في مصر انا دلوقتي لعبت ماتشين مع عاضيه، الحمد لله الاثنين كسبت فينيش، ما وصلتش للراوند 3 اصلا. فاضل لي ماتش باذن الله هكسبه وهلعب على الحزام. كل ماتش بقولها اخر كل ماتش باذن الله هبقى اصغر واحد واول واحد بيلعب على حزام 61 في مصر، ان شاء الله هعملها. ان شاء الله ان شاء الله. كنت بتقول لي قبل ما نبتدي الانترفيو نفسك تسافر وتكمل تمرين امامي بره، تاخد من تايلاند شويه، تاخد من مش عارف فين مش شويه. مش هكمل تروح تاخد منهم كم تعسكر هناك شويه. الموضوع ده مطلوب للناس كلها، اللي هو الاختلاط بناس جديده، يعني تاخد معلومات جديده. احنا في مصر اللعبه المعلومه بتلف العالم كله بتجينا احنا اخر ناس. ده بجد والله. أيوة احنا لسه مش معروفين، احنا بدانا نبقى معروفين في السنتين الاخر بس مش اكتر. بس الكامب بره اللي هو انت ملتزم، انت مفيش حد يشغلك، مفيش شغل، مفيش اهل، مفيش اي حاجه، اللي هو هو تمرينك هو شغلك هو حياتك دلوقتي. فالفكره ديت نفسي اجربها. وغير كده الاختلاط مع ناس، لا دي ناس لعيبه بجد، اللي هو تخيل انت بتجري ووراك لعيب من UFC. أيوة. موضوع موتيفيتد جدا. احكي لي عن اول مره دخلت الجيم امامي. كنت فاكر ان انا رياضي وعندي المعلومات وهقدر اشتغل التمرين بتاعتهم خالص. فاول تمرين دخلت كلمت منص، رحت مرنت معاه. هو منص من زمان، يعني مثلا بدات معاه معروف ان التسخين بتاعه بقى صعب طويل، فسخنت معاه بعد التسخين اغمى عليا. انا كنت رايح معلومه اللي انا اوريدي رياضي، فاللي هو اعمل اللي عندك عادي، فاهم؟ بس فاغمى عليا في اول تمرين، قال لي عمال تقول لي رياضي ومش رياضي وبتاع، اغمى عليا. هو دايما اللي ما بيتمرنوش ام ام اي وبوكس وكده لما يجوا التسخينه بس ما بيقدروش يصدوا فيها. طويله طويله ومتعبه، اللي هو انت لازم جسمك كله يسخن، فاهمني؟ بس ايوه انا فعلا برضو اصحابي لما يجوا يجربوا معايا مره تمرينه وهم اصلا رياضيين اكتر مني بكتير يجوا يفيصوا في الاول خالص. انا برضه اصحابي ساعات بيكلموني ادم عايزين نيجي نتمرن معاك، تعالوا يلا بينا. بعد تمرينتين اما يلاقوا الموضوع فعلا جد قوي، انتوا بتستحملوا ازاي؟ ما اعرفش ايه. في ناس اللي بتحب تكمل، لا احنا بنحب التعب. وفي ناس تانية لا كفايه انا اروح جيم اعمل لي تمرينتين واروح. في ناس على فكره بتيجي هي عايزه تتعب. مش مهم بقى انت هتعمل فيها، المهم ان انت تخرجني مش قادر امشي حرفيا. ده في ناس بتحب كده، مش عارف ليه بصراحه. لا وفي ناس اللي هم انت عمرهم ما اتمرنوا امامي ولا اي حاجه ويخشوا يلعبوا سبارينج وبتاع من اول مره وعادي يعني تضربوا في وشه ومفيش مشكله يعني. دول كتير على فكره. كتير. طب وانت اول مره عملت سبارينج كانت عامله ازاي؟ مصيبه سودا ولا ايه؟ يعني هو ساعتها كنا احنا ثلاثه في الجيم، ففي منهم واحد اساسا بيتمرن من زمان. بس فدخلت لعبت معاه، انا كنت من الناس اللي هو يلا نلعب دي. انا كنت فدخلت اكتشفت الموضوع فعلا مش خناقه، يعني لو انا دخلت انت بتضربني طب انا هضربك كمان. بس فما بدات الوج بقى واللي هو اضرب ما انا مش فاهم حاجه، لقيت نفسي بتضرب. بس تحس ان هم بيقروا افكارك، تيجي تضرب بوكس ايه اختفى وطلع لك من اي حاجه انا بعملها انت بتصدق يا ابن الذين ازاي. بس انا كده بدات بقى اتعلم حاجات السهلة، بديت أبدأ بالحاجات البيزكس بس، اللي هو جاب كروس. دي أحسن حاجة. أحسن مدربين هم اللي يقولوا لك أنت أول ما تبتدي معايا أنا أصلا ما ترفعش إيديك، أنا هعلمك إزاي تمشي بس. بالظبط. خطوة يمين، الرجل دي قبل دي، بتاع كده. صح؟ صح جدا. على فكرة البيزكس دايما هي اللي بتكسب، إحنا الكامب الأخير والله حاجات كلها بيزكس. مفيش أي حاجة توب واو جديدة، لا، هي حاجات كلها بيزكس.
تعلم ازاي نتحرك، تعلم ازاي نضرب جاب صح، نضرب اللوكيك ازاي، فاهمني؟ حاجات كلها تفاصيل صغيره هي اللي بتفرق في الموضوع ده. طبعا انت بتدرب برضو في الجيم ولا البيجنرز ولا اطفال ولا؟ بمرن اول بدات اطفال بعد كده بدات اتعرف. ففي ناس بقى تيجي تطلبنا انا بالاسم بروح جايين لك انت بقى. عملت انا كلاس كبار بس بقيت تمرن كبار وبنات. طب بس الوقت بالاطفال بدات بالاطفال، ما احسن وقت يبتدوا من بدري يتعلموا البيسكس وبتاع يبقوا جاهزين بقى لما على ما يكبروا بس في مشكله تقريبا المدربين كلها بتقابلها، اللي هو هتلاقي اب مثلا يجي يقول لك انا عايزك تدرب لي ابني عشان ما حدش يكلمه في الشارع. لا انت عشان يكلمه ويضربه، لا انت جاي في مكان غلط. انا هعلمه لك بس انا على فكره ما بتخانقش، يعني من ساعه ما لعبت اللعبه دي انا ما اتخانقتش، مع اني انا عارف ان احنا لو اتخانقنا اي حد بيلعب اللعبه دي لو اتخانق اما بيتخانق بيعمل كارثه. مش عايز اقول اسماء حد بس فعلا اللي بيتخانق في اللعبه دي بيعمل كارثه. ايوه طبعا كارثه، اللي هو انا عارف انا عارف هصيبك ازاي، اللي هو انا عارف انا هوقعك نوك اوت ازاي، انت ما تعرفش حاجه في الكلام ده فاهمني. فاللي هو انا مش هدي لابنك معلومه عشان هي طالعه ينفذها على حد في الشارع بقى. لا ومفروض اي جيم هيعلم طفل حاجه كده او بيعلم الطفل الفنون القتاليه عامه، لو الولد عمل مشكله بره يترد يعني. صح ده من رايي انا، يعني مش يترد بس يتعاقب. خد بالك يعني في اطفال اللي هو هي اضطرت انها تبقى في الموقف ده طبعا، ساعتها لازم تبقى تعالى. لا مش بتكلم على انت ما تقوليش انا عايز ابني عشان يكلمه يضربه، مش علمه لك يعني. لا بالظبط مش هديك اللي انت عايزه، ما بحبش كده. لا وبعدين انت في الجيم كده ولا كده الواحد بيكسب ثقه في النفس، والثقه دي بتخلي الواحد ما يتخانقش اصلا يعني خالص. لا خالص بجد، اللي هو بتريح دماغك بالظبط. انت اللي هو انت بتشوف حد قدامك انت بيرمي الكلمه يا عم اسكت، يعني انا لو وقفت معاك هنزعل احنا الاثنين، فلا يعني بنتجنب المشاكل. بالزبط. الا لو انت اتحطيت خلاص شكرا، دي ملهاش حل. خلاص كده شكرا. طب احكي لي عن طفولتك شويه، كنت عامله ازاي؟ انا كنت طفل مش بتاع مشاكل، يعني انا من صغري مش بتاع مشاكل بس كنت شقي. بس فاهلي لقوا ان انا عندي طاقه كده مبالغ فيها. فلعبت سباحه. شقي ايه بقى؟ بتغلس وتكسر حاجات ولا بتطلع الشجر وتتنطط ولا الاثنين؟ الاثنين. لا كنت شقي جدا فعلا، بحب اجري. اروح ازق بابايا واجري ويقعد يجري، عارف انت طفل بس فلعبوني رياضه من وانا صغير قوي، 6 سنين بلعب رياضه. ف اتهديت بقى ومشي ورا سيستم و من وانت صغير عرفت يعني ايه راحه، عرفت يعني ايه شغل. والله بس يعني في يعني ناس اللي بتبدا كبيره دي ناس معايا، هتكلم اللي انا قلته ده مع ناس معايا، هي بدأ اللعبه اوريدي كبيره. فهي اللي هو احنا هنمشي 1 2 3 ما ينفعش تبوظ. فهو يبوظ يقول لي طب وفيها ايه؟ لا فيها كتير قوي، خصوصا لو انت عملت حاجه زي كده في كات ويت. يعني دي حصلت مع مدرب زميلنا اللي هو اللعيب بتاعه الكات ويت المفروض في حاجه احنا مانعينها. فقال لك كوتش انا حطيت حاجه صغيره، يعني الحاجه الصغيره دي فرقت في ميزانه 2 كيلو. ما هي فاهمني، فعملت كارثه. فالناس اللي بتبدا اللعب متاخر او بتبدا رياضه متاخر ما تعرفش الالتزام قوي. بس هي دي المشكله. انما انا عشان بدات من زمان فاللي هو عارف تمشي ورا المنهج اللي محطوط قدامك. طب كنت عامل ازاي في الدراسه؟ او عامل ازاي في الدراسه؟ ما مش الطفل الدحيح ولا الطفل الفاشل. اوكي. كنت اللي هو متوسط، ساعات ابقى شاطر، ساعات ابقى مش شاطر. هو على فكره انا اكتشفت بقى بعد ما كبرت وعلى حسب اهتمامي انا اصلا. يعني وقت ما انا حبيت ان انا اهتم بالمذاكره درجاتي بقت حلوه جدا. وقت ما حبيت ان انا اهتم بالرياضه درجاتي بقت مش وحشه. معقوله. فاهمني ده على حسب اهتمامي. يعني في اوقات تانيه يعني دي حاجه برضو خلتني ما انجحش قوي او ما اجيبش التقدير اللي انا عايزه في ثانويه. انا عن نفسي ما انا من زمان وانا عايز ادخل كليه تجاره. فدخلت علمي عشان ارضي اهلي وكل الكلام ده. فما دخلت اللي هو انا مش عارف اوفق العب رياضه وعلمي، انا لغات انا بدرس لغات اصلا. فموضوع كان صعب شويه وانا نظام جديد. دفعه التابلت كنت انا اول دفعه من التابلت. اوكي فانا اللي كنت فار التجارب، فكل حاجه كانت بتتجرب فيا انا.
بس فدخلت وجبت مجموعه. هنا كان بالنسبه لي حاجه عاديه عشان كده كده جبت الكليه اللي انا عايزها. انا بالنسبه لاهلي كانش الموضوع حلو, كانش الموضوع حلو خالص فاهمني, عشان هم كانوا عايزين حاجه تانية. بس في الاخر انت اللي بتختار طريقك مش هم اللي بيختاروا. وعايز تشتغل على جنب وانت في الامامي, ولا انت عايز تتخرج تشوف الامامي ولما تخلص ترجع تاني بقى تشوف لا عايز اشتغل بيه. تشتغل مع الامامي اصل انا حابب المجال ده من بدري يعني. فكره البيزنس ماركتنج والحاجات دي حاببها. بس في فكره عايز تعملها او حاجه؟ لا دلوقتي لا, دلوقتي لا. هو كان في افكار كتير بس الاجواء اللي حصلت في اليومين دول ما ينفعش. صعب اليومين دول. شايف تقدر تكمل امامي لغايه سن كام مثلا يعني؟ ولا هي مش بالسن بالدامج الواحد هياخده؟ ما لهاش علاقه بالسن يعني. خصوصا ان احنا في مصر فاللي هو في ضغط من حامل حواليك يعني. انا دايما بيقول الناس اللي بتكلمني مثلا خصوصا لما يشوفوني راجع من التمرين ميت او مضروب ضربه يعني متعور هنا, وعليك بايه؟ اقول له علي انا مبسوط. فبيقول لي هي مدخله لك دخل كويس؟ بقول دخل عادي مش الاحسن حاجه. فيقول لي طب عليك بايه بقى؟ طب ما تشوف لك حاجه تانية تدخل لك دخل كويس. يا جماعه انا حابب المجال ده يعني. انت مثلا انت شغال هنا ليه؟ مش انت حابب المجال ده؟ انا هقول لك لا انا مش بدخل لك دخل كويس, روح شوف مكان تاني. لا ملهاش علاقه بكده. فكره انت مرتاح فين فاهم. بس لما قلت لاهلك انت عايز تلعب امامي كان ردهم ايه؟ رد فعلهم ايه؟ لا الموضوع كان مرحب بيه جدا فعلا, عشان هم ما كانوش لسه يعرفوا اللعبه. والله انا قعدت مثلا بتاع 3 شهور انا هم فاهمين اللعبه اللي انا بلعبها كيك بوكسنج. اوكي دي لعبه معروفه. بس لحد ما بدات اللي هو ادخل في المجال قوي بقول لهم لا انا ما بلعبش اللعبه دي. يقولوا ايه اللعبه اللي انت بتلعبها دي؟ فملخص هم قعدوا يكتشفوا الموضوع. انا فهمت لهم الموضوع, عارف اللعبه اللي بقى فيه اتنين في قفص ويقعدوا يضربوا بعض دي؟ اقول لهم هي دي. يعني وعليك بايه بقى؟ لا ومش لا. اول ماتش ده انا فاكره تخش تضرب واحد اخش. يعني الموضوع كان فيه مشكله بس بعد كده لا الموضوع بقى تشجيع منهم قوي, خصوصا من والدي يعني بيشجعني. او مفيش مشاكل؟ لا لا خالص, هو بيشجعني بطريقه جامده جدا. حلو قوي. وبتدي الواحد دفعه, انت مش قلقان من قلقهم عليك؟ لا لا مش قلقان من الموضوع خالص. حلو. رحت انا فريق المدرسه مره ودخلوني الفريق, بعرف اعوم كويس وبتاع بس ما كانش ليا في الوتر بول خالص يعني. فدخلت وبتاع ونزلونا نقعد نعوم شويه وبتاع, وبعدين قالوا لنا ايه تمسكوا الكراسي دي وتقعدوا ايه تبدلوا برجليكم وبتاع ونشوف التحمل وبتاع. حد جاء اخذ الصوره كلهم طالعين لحد هنا زي الفل وماسكين الكراسي وبتاع, وانا تحت الميه بقي بس اللي هو ايه بتنفس بس. لا لعبه صعبه قوي, من اصعب الحاجات اللي جربتها. لعبه قاسيه اللي هو بس بتخليك نشف, بتخلي جسمك محافظ على شكله بطريقه مرعبه. يعني انا لحد دلوقتي انا شكل كتافي وشكل رجلي واضح بسبب الوتر بولو. لا هي فعلا اصعب حاجه جربتها هي ووتر بولو والمصارعه. المصارعه عامه صعبه. هو ساعات عندها في الجيم في مدرب بيجي لنا, هو ده مصارعة بس, هو ده مدرب مصارعة ولا ايه مصارعة. فهو يعني احنا مش بنخاف من التمرين, احنا بنخاف من اللي هيتشرح عليه التمرين. هو هيقلبك ازاي؟ انت هتقع ازاي؟ انت بتلاقي نفسك في الهواء وبتنزل بس يعني. وانا كنت ببقى الشخص ده يلا تعال اجرب فيك. بس والله لعبة ممتعة بس الهبدة بتاعتها مش لاقية. اصحابك بيتكلموا عليك ازاي؟ بره التمرين ولا جوه التمرين؟ بره التمرين. بره التمرين المختلف اللي هو ادهم يعني ادهم جه يلا نكلمه في اللعبه فاهمني اللي هو يعني انا بصدق اصلا اهرب من الجو بتاع التمرين وكده فبروح اقعد معاهم. هم بيحبوا يعني هم دايما قاعدين مع بعض هم بيتكلموا في حاجات بتاعتهم. فالشخص المختلف جه يلا نتكلم على شخص مختلف في الحاجات المختلفه فاهمني. فابدا اتكلم معاهم وكده يعني. في ناس والله يعني فاكراني اللي هو انا ستور, انا النبغه بتاعت مصر, انا لعيب معروف جدا. فاللي هو مبسوط ان صاحبهم كده بيشجعوني جدا. في ناس تانية اللي هو عادي عادي فاهم.
حبيبنا اللي عارفينه من زمان. وعلى فكره بحب الناس دي اكتر. اللي هو ايوه انتوا صحابي بقى فاهم، احنا جايين نقعد نقعد قعده حلوه، نخرج نروح نشرب حاجه نسافر. لما الناس تقعد تكلمني في المجال بتاعي اللي هو يا جماعه انا بتخانق، انا هربان من المجال بتاعي مش هاجي اقعد اتكلم معاكم هنا فاهم. انا مدعوك هناك ومتبهدل ومتداس انا باجي افك معاكم اخروني في اللعبه. لا الموضوع بقى رخم قوي. بس طيب وايه طموحاتك في الامامي هنا في مصر؟ انا دلوقتي لعبت ماتشين مع عاريو، الاثنين كسبتهم الحمد لله، فاضل لي ماتش، الماتش ده باذن الله اخلصه وهطلب الحزام وباذن الله هاخده الحمد ان شاء الله. كل مره بتطالب بالحزام، كل مره بقول نفسك تبقى ابقى اول واحد بيلعب على حزام هارستين ان شاء الله اعملها ان شاء الله. وتعرف مين الماتش اللي جاي ليك؟ لا لسه ما فيش كلام او حاجه. طب ومين مين اكتر لعيبه بتحب تتفرج عليها عامه مش ضروري في مصر؟ بحب بيتريان جدا، هنري سهودو، مايكل تشيدلر بموت فيه، مايكل تشاندلر بموت فيه حته تانية، سترينث بودي شيب بتاعه وبونش بتاعته في حته تانية. مين تاني اتظلم ده قعد مده على ما يوصل للمنظمات الكبيره يعني؟ ما هو في نقطه صغيره ان هو بيعرفش يوزع الباور بتاعه على الجولات كلها. هو بيقعد اول جوله بيطلع، قعدت معايا الجوله الاولى خرجت سليم، الجولات الثانيه يبقى ليك ادفانتج ان انت تكسب. ايوه فعلا. بس وهو اكتر واحد بتحب تتفرج على ستايل؟ بحبه جدا، هو جامد. هو مش ستايلي بس ده واحد انا بحب اتفرج عليه. طب مين اقرب واحد ستايله ليك انت شايف؟ حبيب. حبيب رسلر رسلر. بس الماتش اللي فات عملت شوت سترايكنج حلوين لعبت. ما انا كان لازم اللي هو انا بعرف. وده مش حاجه من اللي عندي يعني. هو صدفه ان انا قبل الماتش اصلا، دي حاجه ما حدش يعرفها، قبل الماتش ب 12 يوم انا وش رجلي اليمين كان الجيم بلان اصلا كان فيها كيكس كتير جدا. فحصلت مشكله في رجلي يعني في الكامب اصلا، كان عندي جزع في الرباط الداخلي للركبه اليمين والتهابات فيها كلها كدمات سوري. فاصلا ما كنتش عارف استخدم الرجل دي. فاما ريحتها كتير جدا، فوانا بسخن بقى للماتش اصلا كيكس بضرب كيك رجلي طرعت اول واحده. لا ده ما وانا بسخن كان مش في الماتش. فعشان كده انا دخلت الماتش انا عايز العب كيكس، فتقريبا كل الكيكس اللي ضربتها ما فيش غير واحده بس الجد ما اتمسكتش، كيكس كلها اتمسكت عشان مش مسخن. عكس كده لما لعبت بايدي، لا انا عرفت اوصل الضربات كلها عشان مسخن وعارف انا داخل عامل كويس جدا. بس ما كانش باين عليك خالص، كان شكلك مرتاح وكان شكلك الحاجات دي على فكره يعني انت شايف كده بس انت ما تعرفش انا تعبان قد ايه طبعا فاهمني. انا لازم اوريك ان انا تمام. لا يعني وغير كده انت قدام انت بتلعب معايا، لو انا اديتك احساس ان انا تعبان انت هتسخن بسرعه، انما انا بلعب معاك وبضحك بالظبط هتكسر نفسيتك شويه فاهم. بتبقى مبسوط بتلعب مرتاح عامه ولا بتبقى بيبقى في قلق وشده وبتاع عامه مش في الماتش ده يعني؟ لا طبعا لازم يبقى في قلق. اي حد بيخش القفص يعني دخلت القفص لوحدها انا يعني اول دقيقه في الماتش تشوف القفص كبير جدا، بس احنا اللي جوه القفص بيكون شايف القفص قد كده اللي هو الموضوع بيبقى موتر شويه. بس مع اول بانش الموضوع بيروح خلاص كده خلاص كده بيبقى انت وهو ومش شايف اي حاجه تانية بس خلاص كده. و مين في رايك احسن لعيبه في مصر بيلعبوا في مصر ولا في مصر بيلعبوا جوه مصر؟ أو مصريين عامة. مصريين عامة نبتدي كده ونبتدي يعني ماشي مصريين عامة. اسلام سياحة، امير احمد امير ذا باتشر، احمد فارس، محمد جمال، اسلام نادر، محمد سالم. انا قلت محمد سالم محمد سالم. كل الناس دي في حتة تانية في حتة تانية حرفيا، هم البديل اللعب، هم اساس اللعبة في مصر. بس طب و تدي نفسك كام من 10 في الماتش اللي فات ليك؟ لما شايفها كان عندي غلطات كتير، ممكن 7 من 10 6 من 10. غلطات زي ايه؟ كنت مستعجل. يعني فكرة ان انا اوصل الضربات في الاسترايكنج بالذات كنت مستعجل اوي. عشان في الراوند الاولى بعد دقيقتين انا كان هو اتاك عليا وخد الباك، فانا لفيت ني وبعدها كروس، كروس دي دوخته. فانا استعجلت اللي هو يلا نخلص الماتش يلا نخلص الماتش بس، فهو عمل كامباك بسرعة فوافق معايا. وانا كنت ساعتها كنت اللي هو لسه عايز فاهمني. بس لو الماتش اللي جاي حطوك قصاد محمود احمد، محمود احمد معروف ان هو بيستفز اللعيبه اللي قدامه وبتاع، هترد عليه ازاي ولا مش هترد عليه؟ هتتصرف ازاي مع واحد زي كده؟ كده هرد كده كده هترد. بيتكلم وانا بتكلم
هي الناس عادة تشوف ده، يلا بينا مفيش مشكلة. هي دي اللي بتقعد ناس في الكراسي بتفرج الناس على الماتش تخليهم مسخنين. بالظبط. تمام. مين احسن فايتر في تاريخ الامامي بالنسبة لك؟ بالنسبة لنا جون جونز. جون جونز حتة ثانية، ده كينج اللعبة. صعب صعب. كومبليت هو ده الوحيد اللي عمل معادلة بتاعت الكومبليت فايتر. شوف عايز تلعب فين وهتلاقيه شغال. هو شغال معاك في كل حتة. اي حتة. اي حتة. فعلا. هو متكامل. متكامل. مفيش غلطة. في غلطة واحدة. منشطاته وبتاع. لا ماليش دعوة. هلاقيه بالقفص. انا هو في القفص. لا مش كومبليت. حياته الشخصية على فكرة كلنا حياتنا الشخصية مختلفة تماما يعني. طبعا. ايه اصعب حاجه في الامامي بالنسبه لك؟ هل هي الماتش نفسه ولا التخسيس ولا التجهيز ولا الاعصاب؟ التجهيز وقبل الماتش باسبوع اللي هو الكات ويت. الكات ويت التجهيز عامه اللي هو فكره ان انت بتبقى في كامب مقفول، شايف الناس كلها بتخرج، انت شايف الناس كلها عايشه عادي، وانت انت صبح تمرين بالليل تمرين، انت ملتزم باكل معين، فكره حتى الاكل معين اللي هو انت ملتزم باكل اللي هو كل يوم اكل الاكل ده، موضوع رخم اللي هو خلصت تمرين طب انا عايز انزل اخرج. مش كل الناس تبقى فاضيه وقت ما انت فاضي. ايوه هي دي فكرتها. بس تحس انت بتنعزل على الدنيا كلها في الكامب يعني. الكامب الاخير ده كان صعب جدا، اللي هو 3 شهور كاملين في كامب، انت 3 شهور انت صبح وبالليل بتنزل تتمرن. طحنت فيهم. كان اصعب كامب على فكره. هو ده اصعب كامب. اطول كامب. بس اصابات وخصم يتبدل وخصم يتصاب يعني. بتفضل الكامب الطويل ولا القصير؟ لا طويل. طويل؟ طويل. عشان ما لاقيش حجه في الماتش. تمام. ما ده عملت كامب قصير دخلت الماتش ما عملتش اللي عليا او خسرت اقول لك اصل الكامب كان صغير، لا انا عايز ادي كل ماتش حقه. مفيش حجه بعد الماتش؟ لا 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 لا. حجه يبقى انا قصرت. طب بتحب ان انت تذاكر اللعيب اللي قصادك ولا مدربين يذاكروا لك وانت تركز على نفسك وتنفذ الجيم بلان؟ حلو جدا السؤال ده. انا مدربي المدربين بتوع احنا مش كلنا شايفين نفس الحاجه. يعني انا شفت حاجه معينه، مدربي شاف حاجه تانية. فاحنا بنبتدي بقى ان انا وهو نتكلم مع بعض. هو الاول بيقول لي ادهم شوف انت الخصم بتاعك. وهو كده كده شايفه. فبنبدا نتكلم انا وهو بعد ما انا شفته اقول له انا شايف فيه 1 2 3 انا هقدر اخش من 1 2 3 هو يقول لي بس خد بالك هو عنده 1 2 3 فاهمني. فبنبدا نعمل الجيم بلان انا وهو. هذه يعني حاجه في مدربي مدربين بتوع عامه اللي هو حتى لو هو شايف الماتش صعب عليا هو لازم يشوفني انا الاول. يقول لي ادهم انت عايز تلعب الماتش ده ولا لا؟ فانا يلا بينا. لا لا حتى لو هو شايف الماتش ده سهل ليا وانا مش عايزه خلاص لا فاهم. بس شايف الامام ايه ممكن توصل لايه في مصر؟ شايف انها ممكن تبقى حاجه تملى استاد زي استاد القاهره مثلا ولا حاجه كده ممكن تعملها؟ شايف يعني ان اخر ايفنت دوت حرفيا كان مكان مليان جدا. واحنا لسه ده تقريبا كان ثالث ايفنت او رابع ايفنت القاضيه. ثالث لا الرابع خامس. انت عشان بكيج كمان خامس ايفنت. فالناس الناس عايزه تيجي تشوف. عايز تشوف الناس اللي بتعمل لها فيديوهات، الناس اللي بتتكلم عايزه تشوفهم في الحقيقه. فاهمني. فمع الفكره الايفنتات بتبقى حلوه جدا اللي هو انت مش رايح شايف اتنين بيضربوا بعض بس، لا الاجواء بتاعت الايفنت الحماس المكان نفسه اللي انت فيه حلو جدا. بس الجو بيبقى لذيذ. الجو دي حلو جدا حماسي خليك تقعد هتبتدي تبتدي تكبر اللعبه. دي حقيقة. وعلى فكره في ناس كتيره جدا بتكلم يعني اخر ماتش دوت اكتر ماتش ناس كلمتني احنا عايزين نيجي ساعه بدات اللعب. بس ابتدت فعلا خدت حقها بدات تاخد حقها. حلم عندي من زمان انه يبتدي يكبر هنا. لا عندنا كلنا. شمتش انت ريحه الخساره لسه او مش هتشمها ان شاء الله؟ بس جوه القفص يعني جوه القفص. انما بره القفص يعني مش شرط على فكره ان اما انت تيجي تخسر يبقى انت خسرت جوه القفص. ممكن تبقى خسرت حاجه بره يعني. انا لعبت كره ميه خسرت، لعبت سباحه ما خدتش المركز اللي انا عايزه. فاهمني. كلنا لازم ندوق طعم الخساره يعني. معاك انا في دي. الاربع ماتشات اللي انت كسبتهم في الامامي لغايه دلوقتي لما بتخلص الماتش ايه الشعور اللي بتجيلك؟ بتفكر في ايه؟ بتفكر في مين؟ الشعور اللي بيجيلي ان انا ارتحت خلاص تعبي حصل اللي هو عملت الحاجه اللي انا بتعب كل ده عشانها. بعد الماتش بفكر بقى في اهلي اللي هو الناس دي على فكره الاهالي اكتر ناس بتتعب في الموضوع ده اللي هو الاكل الضغط اللي انت بتبقى فيه يعني في وقت انت اللي هو انا مش عايز حد يكلمني.
محدش يكلمني. حتى في التمرين انت بتخش تاخد تمرينتك وتمشي. اللي هو الاسترس اللي بيبقى عليك بقى صعب قوي. صعب قوي. اللعبه دي اصعب لعبه في العالم. انت مش عارفين حاجه, التخسيس بالضغط كل الكلام دوت. لا لا اللعبه دي في حته تانية خالص خالص. مصارعه, سترايكنج, جرابلنج, كان في حاجه اصعب من التانية؟ السترايكنج بقى ليه خطط معينه, اللي هو هتفك امتى, هتبقى ان امتى, هتلعب ستريت امتى. دي بتبقى محتاجه تكنيكال قوي, اللي هو مش هخش وخلاص, مش هخش اضرب اي ضربه. لا الموضوع لازم تدرس صح. امتى هبقى هلعب ستريت, امتى هبعد, امتى هستخدم رجلي, امتى هستخدم ايدي. الحاجات دي فيها تفاصيل صغيره اللي بتفرق اصلا. هتبلوك ازاي, هت بالظبط كل الكلام ده. رده فعله هتبقى ايه, هلعب على رده فعله اصلا, فاهمني. بس والماتش اللي فات عملت سويتش ستانس انت شويه, لعبت شويه, كان جزء من الجيم بلان اصلا, الجزء الاساسي في الجيم بلان. ومرتاح من الناحيتين عادي زي بعض ولا؟ عشان انا كنت شغال على الجزء ده اصلا من ماتش مروان. في ماتش مروان الجولة الثانية اول ما بدأت انا عملت سويتش ستانس, ضربت الكيك ورجعت تاني. يعني هو انت بتعمل سويتش ستانس, تضرب الضربتين تلاتة بتاعك وترجع فرق طبيعية تاني, فاهمني. بس تمام. والجزء ده كمان بيخليك لعيب مش متوقع, اللي هو انت مش عارف انت اللي قدامك ده هيعمل ايه, انت هتقف بأني ناحية, طب هتضرب بأني ايد, فاهمني. بالظبط كل حاجة جاية بالعكس مرة واحدة. بالظبط. يعني الماتش اللي فات دوت انا لما عملت سويتش ستانس هو حصل له ايرور شوية بعد ما ضربته, اللي هو انا عملت سويتش ستانس وضربت الكروس, هو مش عارف هي جت امتى وازاي, فاهمني. طب قول لي ادهم, ايه اصعب لحظه مريت بيها في الكيج؟ يعني مثلا كان في ممكن في التمرين, ممكن في ماتش, كان في لحظه حسيت ايه ده, لا انا مش قادر اكمل اللعبه دي, مش عايز اكملها. الماتش اللي فات. الماتش اللي فات, لا بس مش جوه الماتش, مش جوه في التجهيز. ايه اللي حصل؟ موضوع ركبتي دوت, انا كنت واصل ليفل اللي هو الكيك اللي بضربها في التمرين في التسخين انا رجلي بتتكهرب. لا كفايه كفايه, بتمرن حد يلمسني هبقع, فاهمني. فوصلت ليفل اللي هو على بيه, يعني انا بروح اتضرب واروح. الموضوع ملوش لازمه. ده اللي كان في دماغي, وقعدت فتره كبيره اللي هو زعلان, اللي هو انا خدت قرار ان انا مش هلعب ماتش. بس بعد كده لما قعدت اتكلمت مع, عرفنا مفيش حاجه هتيجي بالسهل, ما كلنا بنتصاب, كلنا لازم في التحضير يحصل حاجه. يعني كان بكله مش شرط يحصل لك حاجه من زميلك, لا هو ضغط التمارين بيعمل حاجه في جسمك. اللي هو 3 شهور, خد بالك 3 شهور, فاهم, 3 شهور في كامب انت تتمرن كل يوم, انت طبيعي جسمك يحصل له حاجه. بس وطبعا اللي مش عارف, هو التجهيز ده ال 3 شهور بيبقى التمرين مكثف بطريقه مرعبه, مرتين في اليوم, مرتين في اليوم, وهو بيبقى في يوم واحد بس راحه, واليوم الراحه انت بتنامه حرفيا, تبقى سلبي خالص. بس بيبقى ليك يوم الاكل بتخيش فيه عادي ولا بتبقى ملتزم كل يوم في على حسب. فضل على الماتشات دي, فضل على الماتش شهر 3 اسابيع لازم تبقى ملتزم 100% 100% 100%. قبل كده عادي لسه معانا وقت. مش بتغلط كل فين وفين في الثلاث شهور ولا في الشهر؟ في الاخر شهر ده. لا 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 مفعش. لا عشان بدنا في الاخر في الكاتويت. الكاتويت الاخير تعبت فيه جدا. تبقى صعبة قوي. الكاتويت الاخير بالذات. مايكل تشاندلر وهنري سهودو اصلا رسلرز زيك. ايه اللي بيعجبك في بيتر يان مثلا؟ بيتر يان هو قصير, الناس كلها متوقعة منه ان هو هيلعب تحت. مع انه عنده سترايكنج جيم تحفة. انت ما تعرفش هو هيعمل ايه. هو واقف ببلوكس دايما, تلاقيه مره واحده دخل ثلاث اربع ضربات كلهم بيجوا. يعني سان هيج, شفت الماتش بتاعه هو سان هيجن راوند 5. هو عمل حاجات كلها مش متوقعه تطلع من واحد قصير والثاني سبيننج والهوك وراها والهوك سبيننج باك كيك بعدها كيك. انت بتعمل ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟ وكلهم لبسوا, فاهمني. حتى سان هيجن هو وقع, اللي هو انت عملتها ازاي؟ وسان هيجن طويل قد ايه, يعني وهو اصلا بتاع الحاجات دي بقى, بتاع الستايل ده الجنان. بيتر يان عامه بيقعد يدرس ويمشي بالراحه وبتاع. دي احسن حاجه فيه. ما تقدرش تتوقع هيعمل ايه, يعني انه مره واحده بينفجر. وبينفجر بدمج, اللي هو مش هيضربك من بعيد, لا هو هيخش دمج. واعصاب في الثلاجه, ما فيش حاجه تهزه. كينج. صح. كينج. ياخد بوكس ومش يقعد يضحك عادي. انا اصلا بحب كده. ادهم لو حد عايز يعمل لك فولو يلاقيك فين؟ موجود على الانستغرام على
فيسبوك بتاع الناس عايزين يتابعوك على انستغرام. على الانستغرام الاكونت ادهم ايهاب. ادهم ايهاب. ادهم انا مبسوط بمعرفتك ان شاء الله. قريب تبقى قدامنا قاعد بالحزام. قريب قوي ان شاء الله. الماتش اللي جاي او اللي بعده هيبقى على حزام 61 كيلو. انا اي وقت يعني عايز الماتش الجاي يلا بينا. تمام. مع السلامه يا شكرا والسعيده.